ديوك وسياسيون. ابتدر حيدر المكاشفي هذه الزاوية بالقول شاع في أمر الديوك ثلاثة، ديك المسلمية وديك البطانة وديك العدة، فأصبحت هذه الثلاثة أشبه بالديوك القومية لأنها صارت معروفة على نطاق واسع بمختلف أنحاء السودان، بل أصبحت مضربا للمثل تسمعه في نيالة وهبيلة وحلفة وشركلة بذات الصيغة وذات المعنى، غير أن ما يعنينا هنا هو ديك آخر لا يقل عن بني جلدته الثلاثة غشامة وحماقة وطربقة وسربعة، وإن كان أقلها حظا في الشهرة حيث لم ينل منها ما يرقى به إلى مستوى القومية، ذلك هو ديك الكجانة غير المعروف على نطاق واسع، ربما لعدم ذيوع وشيوع الكجانة المنسوب إليها كواحدة من أنواع الخرنديس المنتج محليا، وهي تقريبا من فصيلة البوغانية، ولكن الكجانة عند البعض ليست هي المشروب وإنما مخلفات صناعته التي تشكل الذرة قوامها، وعند آخرين هي منزلة بين منزلتين في صناعة الصهباء، والصهباء اسم آخر من بين 300 اسم ذكر ابن المقفع أنها كلها للخندريس. ويواصل المكاشفي شرحه لأنواع الديوك، ومما يقال عن منزلة الكجانة أنها المرحلة التي يتبول عليها إبليس اللعين ليزيدها لعنة تذهب بعقول الشاربين، وبعضهم يقول عنها أنها تعالج أمراض الكلى وفقر الدم. وفي كل الحالات تبقى الكجانة كما وصفها شاعر كاجن، هي أم شنبك حادق تخلي عيونك زي البنادق، هداكم الله وأجاركم وعافاكم من أم شنبك الحادق. هذه تفعل بالديوك التي تقربها وتنقر منها ما تفعله بشاربيها من بني البشر، ومن ثم تستوي معهم في الترنح وافتقاد التوازن والخرمجة والخمج وربما ارتكاب الحماقات والجنايات، ولهذا أصبح يقال لمن يأتي بمثل هذه الأفعال هيع ديك فجق كجانة أو ديك فجق كجانة. هنا المكاشفي بعد أن قال هذه العبارة التي استوحاها من وحي هذا الواقع السوداني، يذهب المكاشفي في هذه الزاوية قائلا أعتقد أن الأمر إلى هنا قد أصبح من الوضوح بدرجة لا تحوجنا لشرح عملية الفجر. الشاهد هو وجه الشبه بين عوالم الديوك وعالم السياسة وبين بعض السياسيين وبعض الديوك المذكورة، فمنهم من ينتمي إلى فصيلة ديك المسلمية، ومنهم من له في ديك العدة عرق، ومنهم من يحمل من جينات ديك البطانة الكثير ومن الكروموسومات كثيرا ما سمعنا وقرأنا عن ملاسنات أو استشهادات بأحد هذه الديوك من سياسي في حق سياسي آخر يساويه في المقدار ويخالفه في الاتجاه، ولكننا لم نسمع قط بسياسي يهجو سياسيا بأنه مثل ديك الكجانة أو بالأحرى الديك الذي فجغ الكجانة. لا أدري لماذا يختم زاويته قائلا، ولكني أعتقد أنه قد آن الأوان ليس لديوك الكجانة وحدها بل لكل الديوك أن تكف عن الععاي رحمة بهذا الوطن.